الطاقة العامة لهذه القراءة، أنت تجد حالك في مأزق معلق بين أمرين، في اختيار شيء ما، لا تستطيع أن تفك هذا التعلق. احتمال بأنك معلق بهذا الشخص، أو احتمال بأنك معلق في موضوع معين لا تقدر على أخذ القرار في هذا الأسبوع. أنت ترى الحبيب بأنه حزين ومبتعد ومكتئب، فهو يحبك كثيرا. هو في الحقيقة هو مبتعد عنك وأخذ قرار في الابتعاد، وهو ينظر حاليا إلى مستقبله. أنت تراه يحبك، ولكنه هو مبتعد قليلا عنك. لا أعلم لماذا، هل الآن سنعلم؟ أجل، إنه مبتعد ولكنه يراقبك من بعيد، في على عن طريق السوشيال ميديا، أو عن طريق أحد الأصدقاء، ولكنه متمسك بك حتى الآن. هناك شيء ما يكنه لك في قلبه. في المرأة، طاقتك لهذه القراءة هي فارس العصا. أنت في هذه الفترة تكون كثير الحركة والنشاط، وهدفك محدد، تعرف ماذا تريد، واثق من نفسك ومن أهدافك، وربما بدأت علاقة عاطفية جديدة أو تنوي الدخول في علاقة عاطفية جدية، أو أنك بالأرجح أن تكون في انفصال حسب ما أرى في هذه القراءة، أو في مشاكل مع الحبيب وتريد تقديم المصالحة له، ولكنك في حالة انتظار، فأنت في وقت اتخاذ القرار. أنت مستعد لأن تقدم له شيء وتنتظر قليلا. طاقة الحبيب هي طاقة استقلال وثقة بالنفس، فهو في وقت نجاحات، ممكن أنه قد قام بعمل أو مشروع ما، وهو الآن يحصد نتيجة تعبه، ويريد أيضا أخذ قسط من الراحة. احتمال بأنه يريد أخذ قسط من الراحة والاستمتاع بحياته، فهو في وقت نجاحات مالية. إذا الحبيب مستقر، وأنت يبدو أن هذه العلاقة علاقة جديدة. كراش، مشاعرك، أنت فاتح قلبك للحب، تريد أن تظهر مشاعرك، فأنت إنسان طيب عاطفي، لا تحب المشاكل، ويشعر الناس من حولك بالفرح عندما تكون موجود، فأنت ذو طاقة إيجابية عالية، وأنت تشعر في هذه الفترة بالحب الكبير، وتريد أن تبوح لهذا الحبيب الذي هو في بالك بالحب الذي تكنه له. وإن كنتما على خصام، فأنت تريد أيضا مصالحته وإخراجه من حالة الحزن والألم الذي هو فيه، ولكنك تنتظر الوقت المناسب لكي يهدأ قليلا. فكما أرى هنا، الحبيب متعب وهو في حالة نفسية سيئة من جراء شيء ما حصل معه، وهو لا يستطيع النوم، يشعر بالألم والحزن، وهناك طاقة تفكير جدا عالية لا يقدر بسببها على النوم. أراه يفكر بك من جهة، فهو يشعر بحبك الكبير له، ويفكر كيف سيرضيك، يقدم لك ما تحتاجه، فهو مشغول جدا بأعماله كما أرى. هذه هي نواياه، ينوي أن يكمل العمل الذي هو فيه حاليا، فهو إنسان يحب عمله جدا، ينوي أن يكمل عمله بالوقت الحالي،
هذه هي ورقة العمل. فهو شخص عملي كما قلت، لا يحب الفشل، وإذا عمل شيء يجب عليه أو يحب أن يقوم به على أكمل وجه حتى النهاية ونجح. فهو لا ينام بسبب هذا، بهذا التفكير. فهو من ناحية أخرى، من ناحية يحبك ويشعر بعاطفتك تجاهه، ومن ناحية أخرى هو منهمك جدا في عمله ويريد أن يعمل توازن بينك وبين عمله. ملكة النقود هي خطته المستقبلية. هو يريد أن يكون معك في زواج وفي علاقة مرسمة. هو إنسان عملي جدا، ومن الناحية العملية عنده تغلب على المشاعر، ولكنه حنون وطيب وطيب أيضا، ولكنه أيضا لا يظهر مشاعره أبدا، ويفضل أن يبقي حزنه في داخله بدلا من مشاركته للآخرين. فأهدافه دائما هي أهداف نبيلة، ويحب الخير ويحب النتائج الإيجابية. فهو شخص جاد لا يتسلى أبدا. أنا أرى أن نواياه جدا جميلة، يحبك، يحس بك، على الأقل يحس بك ويشعر بك أيضا، عنده عواطف كبيرة أيضا تجاهك، أنت تحبه وهو أيضا يحبك ويفكر بك، ويريد أن يوازن بين حبك له وبين عمله، فعمله يأخذ منه الوقت الكبير. نتيجة القراءة أو مصير هذه العلاقة في الفترة القادمة حتى نهاية هذا الشهر، أنا أعطي هذه القراءة طاقة لنهاية شهر أغسطس. هذه العلاقة ستأخذ وقتا قصيرا من الانتظار والصبر، فهذا الشخص يترقب نتيجة المشروع أو العمل الذي قد قام به، فهو يفكر حاليا في نجاحاته، ولكن ريثما ينتهي من هذه المشاريع ومن هذه النجاحات سيأتي بكل ثقة وجدية للتقدم إليك بخطوة جادة للزواج. كل ما عليك فعله هو الانتظار والصبر، وأنا أجد أن هذه العلاقة ستكون مصيرها النجاح، وهذه الفترة، فترة الانتظار، لن تكون طويلة. النصيحة، نصيحة القراءة، هذا الحبيب يواجه صعوبة في شيء ما، فابتعد قليلا عنه ولا تضغط عليه بطلباتك، وانظر إليه من بعيد وأعطي مساحة من الحرية، فهو يعشق الحرية أيضا، لكي يدبر أموره. ابتعد قليلا، لا أقول لأنك اقطع معه الكلام، لا، بإمكانك أن تتكلم معه، ولكن ليس بالضرورة أن تضغط عليه بطلباتك. وحس به، أطلب منك أن تشعر به أكثر وتتعامل مع الموقف بسلاسة ولا تعقد الأمور، فهو عندما يأتي الوقت المناسب سيأتي إليك لوحده، فهو لا يريد أن يخسر معك هذه العلاقة، هو يحبك أيضا. شكرا لكم على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.